يوه، هو انت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ انت فاكرها هينة عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمة من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبت مكانك في السوق، وعلى رأي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. انا بساعتها مش عارف اتلم على نفسي، الدنيا بقت قصاد عيني اضيق من خرم الإبرة. هم اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟ كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكة ناخد شوية من اللي كلوه علينا. انا اخرج يا شوق. وهتسيبني لوحدي في اللوكاندا؟ انا عايز افك عن نفسي شوية يا شوق. ماشي يا حبيبي، فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين او حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي، عشان عايزه حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل.